وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، بينت الدكتورة مريم الجلاهما الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بينت أن القواعد العامة التي تسهم في الحفاظ على حقوق وسرية المريض عند استخدام المنصات والتطبيقات الإلكترونية لعملية التطبب عن بعد. يحرص الأطباء دائما على سؤال المريض على الحالة المرضية بالتفصيل، ربما لا تكون الاستشارة مثل الاستشارة عن قرب واللي يتطلب فيها الفحص، لذلك يحرص الأطباء وحرصنا أيضا أن في أي حالة أن الاستشارة المقدمة تستدعي الكشف الطبي الإكلينيكي لابد من توجيه المريض إلى أقرب عيادة أو الطبيب اللي يعالجه. طبعا كثير من المرضى يتردد في الذهاب إلى الطبيب، ويمكن يفضل أن يأخذ استشارة أولية عن حالته أو حالة طفله أو حتى وخصوصا في الأشياء النفسية مثل ما ذكرت في التقرير، فهذه ممكن تقديمها بكل سهولة عبر المنصة الإلكترونية، لكن بالتأكيد تبقى الحاجة إلى الكشف السريري في الحالات اللي الطبيب سينصح فيها المريض أن يذهب إلى أقرب مركز صحي بالتأكيد.